ويخترقوا التاريخ ويبتدوا يفكروا ازاي لو كان فلان موجود او فلان ده فكر بطريقة ما كان ايه اللي هيحصل في تغيير الاحداث التاريخية. فابتدوا ان هم يستدعوا شخصيات تاريخية ويعملوا لهم يعني يوجدوا فكر ليهم بطريقة ما يغير التاريخ للأحسن. فهم فكروا في شخصية ما اختلقوها هم اللي هي شخصية أسامة بن منصور اللي بيجسدها أستاذ محمد رياض. ونشوف بقى الأحداث ذات ايه اللي بيحصل بعد كده. لا أسامة بن منصور بيبقى معاه كتاب مكتوب. الكتاب ده زي دستور العلاقة ما بين الشعب والحكام وبين البلاد وبعضها. فبنشوف بقى أسامة بن منصور بيعمل ايه، بيغير في التاريخ ازاي، بيبقى علاقته بالشخصيات التاريخية زي صلاح الدين الأيوبي وزي شخصية أستاذ محمد محمود اللي هو شخصية اسمها ايه. طب دورك انت. دوري انا فتاة من الشباب اللي بيختاروا التاريخ. شخصية ثورية بتفكر مع زميلها ازاي يقدروا يغيروا الاحداث اللي احنا فيها للأحسن.